يا سكان المملكة، خبر هام لي. اسمع اسمع، ولي ما سمعت الله لا اسمع. اليوم لحظة الوداع، لحظة السفر، لحظة توديع العائلة. اليوم حتعيشوا معايا كما يقولوا حياة جديدة. تبعوا معايا للآخر فيديو بزاف شباب، ومرحبا بكم البنات. نقولوا البنات النهار مربط مينا لي فاليز وكل شيء لهنايا. كنت رقدت بنتي، رقدتها وكنت طميت كل شيء، وأنا راح ترقد. ومن بعد هذيك نط على بكري، يعني على 5 تقريبا، درت كوم اون وي بلونش، رقدت يا دوب ساعة، مي با ساعة، وكراف كنت تعبانة. ايا لنا يا 6:12 دقيقة صونا لي تليفون، كلش واجد. وجدت لبسة تاع بنتي حطيتها، وجدت لابوسات ديالها، شفتو بلي كشيت لها بوسات جديدة، اليويو هذه اللي تركب في الطيارة، الاسم ديالها ولا لا مارك ديالها والله ما شفيت، مي دوك نحوس لكم عليها ونحطها لكم. نوضتهم كما على بالكم البنات، راني دارت لكم مسابقه في القناه ديالي، تبارطاجيو لا فيديو، تحطوها بارتو، ديروا تعليقات ماكسيموم. راني ندير ديما في لايف، وكتبوا لي في التعليقات وشنو الهدايا اللي تحبوا اني نوجدها لكم ولا نديرها لكم. سورتو العرايس اللي راهم يجهزوا هكذا. هنايا مور ما وجدت اللبسه تاع بنتي وكنت ناضت، درت لها هذيك لا غونيير الدخلانيه ولا غونيير هذه طويله، لي باكولون ولا روب. دوك تسالوا تقولوا لي سيرين كيفاش توستي لي ناير فواياجيتي، فهمينا ما فهمناش. لهنا البنات فواياجيت انايا درت درنا فيزا ودرنا بيي رايحين بدون رجعه، وقعدنا مدة طويلة في البلاد اللي يعني تيدكم ليها دوك تتعرفوا عليها، وكرينا دار لمدة طويلة. حتشوفوا الدار وحتشوفوا شحال كريناها والمدة اللي كريناها فيها. هنا وصلنا المطار وصلونا. الو دوكا رانا تشيكيو، عينا فغيما عينا، راني لابسة لينا تيرموني تعبانة. هاي هنايا، هنا جات لحظة الوداع صراحة، لحظة مؤلمة جدا جدا جدا. سلمنا على يما، سلمنا على بابا، ليلة هذيك ودعت دارنا صراحة، لحظة الوداع ما نتمناها لحتى أنا. ودعنا العائلة ورحنا، ما على بالناش كيفاش حتكون حياتنا، ما على بالناش واش راح نعيشو، ما على بالناش واش راه يستنى فينا. كما يقولوا كلنا امل لحياه جديده. هنا كنا بزاف اون غوتار، زادوا طولوا علينا ما تشكاونا بنتي، طولوا طولوا بالبزاف، سورتو من الباسبور تاعها تقدروا تقولوا ما حبوش يقبلوه، ما فهمناش علاش واش صرا ولا ما فهمناش علاش. لهنا جزنا على ممر السعاده كما يسميوه، الحمد لله تشكاونا لي باسبور، ما عكسوناش مالغري شافونا بلا بوسات وكامل، اللي ما حبوش يخلونا نجوزو، مي الحمد لله. انا كان عندي مده ما رقدتش من تحضيرات تاع دوكا وصلنا، جينا نتجارا وما درناش كامل الفيديوهات كما كنا حابين فريمون. جينا نتجارا والله غير بصح طولنا طولنا، انا وحده من الناس ما نيش راقده كامل، هذه هي مازال ما قلعتش. شوفوا 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 الناس، شوفوا شوفوا ديرو باي باي، ديرو باي باي، باي باي ماما ماما باي باي. هذه هي البنات، دونك نورمالمون نديرو 3 سوايع ونص، 3 سوايع ونص هكا نديرو هكا 3 سوايع ونص باش نلحقو اسطنبول. كي تشوفو هاد لا فيديو يكون دوز مراكش 2 جوغ 3 جوغ لتماك. هذه هي جات سيتي بريفي، عندنا شهر من قبل الفواياج تاعنا في سبتمبر، وبعد عطلنا على جلطة. شتو تجي كشاني تعبانة، راني ممكن قد مانيش بغيم وراقدة، ان شاء الله تسهل وخلاص. كيما سمعتو كنت فريمون تعبانة، وحنا سيتي بريفو نفواياجيو في سبتمبر، مي ما قدرناش فريمون ما قدرناش. علاش؟ خاطرش كنت مع تحضيرات الدار، شتو كيفاش عطلولي، شتو كلش. هنا فواياجينا في لو موا دوكتوبر، شهر اكتوبر، راح تعيشو معايا اكتوبر نوفمبر، حتعيشوا معايا قولوا اكثر من 3 شهور، ماشي 3 شهور، اكثر من شهرين. رايحين تعيشوهم معايا لهنايا. كلش كنت خزنت وخزنت وخزنت وخزنت، وشي تليفون ستوكاج كبير. شوفوا البنات غير قلعت الطياره، واحد الشعور كي ترفدكم على الارض الوطن، واحد الشعور، واحد الاحاسيس صراحه كنت حابه نوجدهم نحطهم لكم في رمضان. كل مره تعيشوا معايا لقطه لقطه، بصح شوفوا حيكونوا فيديوهات نهار بنهار، كما يقولوا فعلوا الجرس.
راح تعيشوا معايا بزاف قصص مغامرات، بزاف حكايات، بزاف كما يقولوا روتين، كيفاش عشت تما، كيفاش قضيت، كيفاش تحضرت العشاوات، كيفاش صرفت، كيفاش تصرفنا بالدراهم، كيفاش صرات لنا سرقه، كيفاش صرات لنا احتيال، كيفاش ربي نجانا من اكسيدون. بزاف عفايس حتعيشوهم معايا مسلسل، ولا راح تعيشوا معايا كيما الفيلم، كل يوم حلقه. حندير الفيديوهات نهار بنهار نهار بنهار نهار بنهار حتى نكون ان شاء الله، ولا كل يوم حتى نكملهم. ما تنسوش برك انكم تخلوا تعليقاتكم، ولا حبيتوا نحط لكم فيديوهات بصفه يوميه وراكم جاهزين نحط لكم فيديوهات بصفه يوميه، قولوا لي المشاعر اللي راني عايشتهم، وهادو ما جاهم مشاعر قوية جدا. شوفوا درت المونتاج وكل شيء، وعاود درت مونتاج جديد باش نعاود ندير لكم احساس جديد كيما يقولوا، فوق طير بكم الطيارة رايحين بلاد جديدة مع العائلة. شوفوا كي تروحوا تحوسوا باينة رايحين تحوسوا وتولوا، بصح كي رايحين المستقبل مجهول، ما على بالكمش استقراركم كيفاش، ما على بالكمش راح تعيشوا، ما على بالكمش كيفاش الدار هذيك حتكون، ما على بالكمش الخدمه تاعكم كيفاش رايحه تكون. وتاني الاسئله اللي حابين تسقسوها لي سقسوها، وفيديوهات الجايه حنجاوبكم عليها. نعاود لكم وناكد انه هذه الفيديوهات مسجله من قبل، وراني نضيع لكم فيها ولا نحط لكم فيها وحده بوحده وحده بوحده هكذا كما يقولوا، باش تعيشوا معايا واش عشت كامل هذيك الفتره، وكيفاش تصرفت في كامل هذيك الفتره، و لو بلوز امبورطون كيفاش سافرنا بيبيا وكيفاش عشنا معاها. الرحله تاعنا كانت فيها 3 سوايع ونص، صراحه تعبنا فيها. انا وحده من الناس رقت كيما البيبي رقت، بنتي هنا كانت مازالها ترضع، سي بور سا لبست هاد العباءه اللي تجي تقدر تفتح وحاجه خفيفه ولتحتها بيجاما. كنت فريمون لابسه حاجه كونفورتابل، كي تفواياجو لبسو كونفورتابل ولبسو باسكيت، لبست باسكيت نوار. على بالي كي راح نشوفو ما كنتش مانيش من الناس قال لبسه ولا بصح، هذا ما يهمنيش، لانه الاهم والبلوز امبورطون هي الراحه ديالي. هنا بدي لحقنا فوق تركيا اسطنبول كيما سبق وقلت، رحت لتركيا بلد كما يقولوا الجمال، بلد الورود، بلد الزهور، بلد البلاد هذه بزاف عزيزه على قلبي صراحه. تركيا كنت نتعلم ديجا التركيه في لافاك ونتكلم بها هكا كلمات، ومن بعد نسيتها انا وشنو اللغات اللي نقدروا تقولوا نهضرهم بالبيا، اللغه الانجليزيه، اللغه الانجلي اللي نهضر بها بيا. مي دوكا تركيا كي شافوني في ليستوري درت هضرت مع الناس بالرايت، وقالوا لي سيرين انا عايشين تما واش نهضروا هكا، يعني كيما يقولوا باللي نقدر عليه هذا ما كان نهضر بواش نقدر واش نعرف. وصراحه بديت نحفظ باسكو ما وجدتش روحي قبل السفر، ما وجدتش كامل روحي وما ني ما والو. تماك بدينا تعلمنا الارقام، تعلمنا الهضره، تعلمنا كلش، مي تلقاو اغلب شيء نورمال تلقاو العرب هكا. راني نديتكم يعني، شوفوا كيفاش عجبني كيفاش منظمين، يعني السكاني منظم. وصراحه وين المطار بعيد على وين كنا ساكنين، يعني بعيد بزاف باش لحقنا، مي هذا كامل راح تعيشه معايا. لحقنا دوكا رانا في الكونترول تاع الباسبور. هنا على بالي بلي كيجوزوا عائلات تو دونك اللي عندهم اطفال ديريكتومون، بصح ما عرفتش وين، ما نكذبش عليكم والله ما على بالي. هاي ليك باسبور كونترول وخلاص، انا مع هذا وكنتيكم معايا. كان الغاشي بزاف، ما جينا ندوزو عينا. هنا كنا نتبعو في الجزائريين طرابندو دوك اللي يخدموا الكابا باش يورونا الطريق، ومن بعد هذيك دخلنا لي سانيتير وجينا هنا. ما قدوش نفتو لي فاليز تاعنا، جبنا بزاف لي فاليز. قلت لكم كنت قضيتو كاع، شرينا هاد لو كرينا هاد لو شاريو واقيل 27 ليره ولا 25 ليره والله ما شفيت، المهم اي 25 ليره او دولار واحد حطيناها، ونجبدو العربه هذه، هاد العربه اللي تعطينا كما يقولوا نحطوا فيها القش ديالنا. حنا واقيلا خلصنا بلورو والله اعلم، راجلي كان صرف قبل ليره جاب معاه، مي هكاك حطينا باكاج تاعنا بيان خمن بقاو رافدينو. كانوا عندنا حنا جبنا 4 فاليز وفاليزه تاع صديق العائله كنا حنتلاقاو به تماك،
باش يدينا للدار، باسكو كي كرينا الدار كريناها بالانترنت، هو راح شافها لنا وزاد شافها فيريفاها ايتو، ورحنا لتماك. هاد البلاصه البنات يعطوكم ويفي مجاني لو فاتوزو برك لو باسبور تاعكم، يمدوا لكم الويفي. استعملنا الويفي برك باش نعرفوا الطريق باش نروحوا للحافله. رحنا بالباص باش نروحوا لاقصاراي. اقصاراي هذه بلاصه في اسطنبول وين كاينه اقصاراي. هاد البلاصه يتلموا فيها الحافلات، كل نقطه تاع بزاف بلايص. ولهنايا هبطنا لتحتها كامل وتبعنا يعني غير الجي بي اس، ولقينا الزوج تاعي راح شاتي كيات، ولا غير نستعرف بي باسكو انا وحده من الناس ما نعرفش كيفاش كيما يقولوا كيفاش نتعامل، ولا ما بفهمش كيفاش الشراء، وكنا نسيو نهضروا معاهم بصح ما نعرفوا والو، تمنوا حاجه شحال صعيبه صعيبه هكذا. المهم سقنا بالبيوس هكا يقولوا القيس نص ساعه، بنتي وكلت على الياغورت، بدات تفيق كلي وتعبت يعني من الطياره لو فواياجي تو، مزيان اللي كانت يعني ترضع رضاعه طبيعيه هكذاك، باش كلي شويه نحيت لها داك التعب اللي يقولوا يزيد عليها، ولا زاد ترقدت بالبيس وخفت كلي دير الهراج بالبيس باسكو جو بزاف الناس يحوسوا على الكالم وكامل. كنا مباشره مور الشوفير ومن بعد بدلونا البلاصه للبلاصه اللي موراها. دوك البنات انا كنت رقدت انا صوفيا ودوكا وصلنا لمامو الاقصرايا، شفت الجنه تركيا شحال شابه ملونه كلي سوف سوف. انا عطيتها يعني كدر قنا معايا صورنا بابا وحنا راقدين. دوكا انا نخليهم يعبطوا حنا الاخرين باسكو باكاجنا هو الاخر، فهمتني؟ حنا كي كنا نستناو في الحافله لحقت دالتنا الحافله تعمرت، ايام مالا غلقوها مالا استنينا حافله جديده. صافي حنا الاولين اللي طلعنا في هذه الحافله وباكاجنا كان هو الاخر كامل، باسكو كي دخلوا هو الاول يتحطوا موراه الباكاجات، صافي ولينا حنا الاخرين كامل. انا لوتيلا حطيتها في الاخر ديالها، والزوج راح يشري لابوس، راح يشري نصيحه مت كانت عندنا لابيس بصح راح يسيي شارجيها. تفكرت البنات ما تحاولوش انكم تشرو من المطار لابيس ولا تبدلوا دراهم لانه بزاف غالي. بديت نشوف العربات تاع الجبار مايس، شحال عجبني الحال هنا في النظره الاولى، ما تحسوها ملونه، الاخضر اخضر والاحمر احمر، كلي داير كاع تحسوها نواري بلوم، لي كولور كاع رايحين للصفوريه. ما لاباليش بالك من من ما لاباليش بالك من تلوث البيئي ولا جو سي با، مي هنايا ما شاء الله. قعدنا نستنى في الزوج الكريم وخفت باسكو في هذه الطريق لساحه اقصاري الكبيره الناس تجوز كامل تحسوهم هابل، تحسو ناس هكذا. ورحنا سقسينا لي طاكسي قال لنا نوصلكم ميم با دو مينوت من هذا الساحه لداري، قال لنا نوصلوكم ب 400000 ولا 600000 حاجه هكا، ولحقنا للدار. نروح نديرو جوله في بيتي الجديد. البيت تاعنا الجديد عباره على اف ان ستوديو كيما تقولوا، كوزينه سال دو بان وسانيتير. هنا الزوج الكريم انساني غلق الباب وقاعده نطبطبلو نطبطبلو. ايا دخلت لهنا ندير لكم جوله، نوريكم الكوزينه، نوريكم الصال دو بان. هاي ليك الكوزينه كيفاش جايه اون بوا روج، صغيوطه ماشي كبيره بزاف، واسعه بصح ما يعني عادي. هنا الفريجيدال، الفريجيدال داخل لقيناه نقي، الدار الصح لقيناها بخوبخ نقيه شابه. كرينا الدار هذه لمده 6 اشهر هكذا وشيناها او كريناها مبلي هكذا. صراحة مليحة البلاصة اللي فيها مليحة، علاش كريناها في الفاتح وين أمنية فاتح تطلعوا شوية. هذيك البلاصة جو فيها لافاك الغيزيدونس، البلاصة هذه بزاف كال منقية مربيين. شوفوا تعبنا باش لقينا دار، سورتو وين عندنا بيبي وسورتو وين نخرجوا صباح بوتات نوصلوا العشية. صافي فريمون خيرنا بلاصة وخيرنا دار اللي تكون فريمون دار محيط تاعها نقي ومليح. هنا العرب بزاف، ما لقيناش مشكل في التعامل، نروحو نشرو قرعامة ولا نشرو ولا، حطينا الباكاج ديالنا. هنا الشومبرا، الشومبرا جاية جوغ صالون شومبرا، هنا تقدري ما تستقبلي يعني ضيوف ولا عائلة ولا فاميليا، ولا كاين لي تاع دو بلاص وكاين لي تاع اون بلاص. هذاك لي تاع اون بلاص وين كنا نرقدو نوتيلا تاعنا. وعندك هنايا هادوما القجارات تقدر تحطو فيهم اللبسه، وخزانه كاين الحديد كاين طابله الحديد. حنا من الاول كنا رايحين نكرو دار اللي ما تكونش موبلي، ومن بعد هذيك نكرو دار فارغه وحنا نموبليوها.
مي فيكو كان على بالي بلي عندنا واحد الامر في الجزائر لازم نهبطوا على جال الورق، لازم نهبطوا على جالهم. اللي ما درناش هكا قررنا انه نكرو 6 موا دار مبلي كامله وخلاص. هكا الاسعار الكيره وكامل حنعطيكم عليها في الفيديو الجايه، وشحال كرينا هذه الدار وبالتفاصيل وكيفاش تكريوها وين لقيناها وكيفاش تعاملنا مع الاتراك وكامل كامل حنبارطاجيه معاكم في الفيديو اللي فيديو الجايين. نتوما برك كتبوا لي تعليقاتكم واسئلتكم بالتفصيل. حطينا الباكاج تاعنا وجينا رايحين نتعشاو، خلنا البنات بدلنا حوايجنا لبسنا ورانا خرجنا نتعشاو. هي لبسه حجاب سابل ورميت لها هكاك انفست خفيفه، وصوفيا غطيتها بدلت لها لاكوش ديالها وغطيتها، مازال ما طالين لها اللبسه مازال والو. اليوم نرقدو وندورو شويه هكا نتعشاو برا وندخلو للدار نفرز، ما نفرزش الحوايج حتى الغدوه، نوض بعقلي نوض بعقلنا ونفرزو روحنا هكذاك باش نديرو دي بروغرام. رايحين تكونوا من هاد لي بروغرام، فعلوا الجرس والفيديو الجايين حنحكي لكم كلش بالتفصيل. كيما قلت لكم خرجنا نتعشاو بدينا ندورو هنا. البلاصه هذه تقدروا تقولوا سونتر فيه كلش، جوغ تقدروا تقولوا قلب اسطنبول الفاتح، عباره على قلب اسطنبول وكلش قدامك. كرينا ولا غير في بلاصه روعه، كلشي قدامنا، لي مارشي قدامنا، لي مويان دو ترونسبور قدامنا، لو فات نمشيو ميم با 5 دقائق نخرجوا لكل بلاصه. صورت لكم هكاك مقاطع. البنات ما تنساوش تدخلوا الانستغرام تاعي لانه المقاطع اللي في لي ستوري ماشي نفسهم اللي في اليوتيوب. هكا انستغرام حنبارطاجي معكم بصفه يوميه كامل واش رانا نعيشوه في تركيا واسطنبول، يعني حاب صفه يوميه واش تشوفوا في انستغرام ما تشوفوش في اليوتيوب والعكس صحيح. حاله الاضواء من كل جهه، حوسنا على بلاصه اللي ناكلوا فيها. كاين اللي قالوا لنا روحوا تاكلوا في لي ريستو المعروفين زعما هذوك تاع هذوك لي ريستو تاع والله ماني عارفه شي اسمه، كيما كنتاكي وكامل برجر كينغ وكاع، بصح شفناهم فارغين صراحة. دخلنا صورنا برك وجينا خارجين. هنا يلقينا محل تركي يبيع الفلافل التركية، يبيع لي ساندويتش تورك، يبيع هكذا نيوتيلا. رقدت مسكينة عمري. أو زوجي الكريم قولي كيفاش جاتك شوية؟ أنا 200 أنا دايرين وي بلونش. صراحة مانيش مستوعبة راني في تركي صراحة. شوفوا أنا في سوريا بوكو بليس باسكو الشارع اللي كرينا فيه جوغ بزاف سوارة. عجبتني فكرة تاني عندهم لي باغ ياكلوا لي باغ دوك نصور لكم كلشي. روحوا شوفوا شي نعشة قلت لكم جوغ عيينا صرتو من تعبنا تاع البنيان. ايماجينو كملنا بنيان منا فواياجينا منا، تخيلوا معايا. واش كوموندينا عشاء؟ شرينا هكذاك لي بواسون وكوموندينا. زوج الكريم ادى ساندويتشات مع فلافل ولي باركيت فخيت، وانا شريت بالتورتيلا كيف كيف بباركيت فريت. من بنتي سرتو وين راهي تاكل فريت، بصح بنتي كانت متعشيه باسكو كنت رفدت لها معايا هكاك صوالح خفاف دي كومبو تيتو العفسه اللي ما تخسرش كيما يقولوا. وهذا ليك هذا كلينا عنده النهار الاول، هذا اليوم الاول، واللي وزدنا كوموندينا زعما ساندويتش خلف وديناه معنا اونكاو نجوعوا باسكو ما نيش حنطيب ما والو. جزنا لهنا المول هيستوريا. مول هيستوريا بعيد عليا قولوا من ثاني 5 دقائق برك. دخلت نديكم تشوفوا المول، الله يبارك كبير واسع ما شاء الله. سيد صور لكم كلش ما قلت لكم في الانستغرام تلقاو مقاطع وتصاور غير هذا. هكا هنا مثلا وريت لكم لبسات ما وريت لكم لي زاكسيسوار، هنا وريت لكم ريحات ما وريت لكم لبسات على البنات الصغار، كل جهه واش وريت لكم. هنا دخلت عند الكوزميتيك لهنايا، على بالي تحبوا الكوزميتيك على بالي، قولوا لي الا حبيتو نجيب لكم معايا لي كوزميتيك الى راكم انتريسي. نشوف هكاك نعمر لكم في باك، ندير لكم هدايا منا يعني من الكوزميتيك منا. يقولوا لي برك لقيت هاد لي ماسك تاع الوجه عندهم بكثره وشحال هايلين ورخاص، تاني كاين كارني ولا غاليين مي كاين فيس رخاص. هدايا البلاصه اللي دخلت لها تاع الكوزميتيك تبيع واحد لي بخي ما شاء الله. سي جوست لازم يكون عندك نيميرو ترك، يعني نتوما تقدروا تجيبوا بيس نيميرو ترك وتقولها بليك عندي نيميرو ترك ودير لك، سينو يعني كي تكسروا مع تقولوا لها بليك زعما سيرتو لي شيتو كونتيتي كبيره دير لكم هي بنيميرو تاعها تاع ماماها ولا تاع خوتها ولا ينقصوا لكم يخصموا لكم اكثر من نصف بالمئه كل وحده وشحال. صراحه عجبوني ميم لي بخي ريزونابل، جلدوش كبير بري ناقص، يعني دي بخي ما شاء الله.
راني متحمسة متحمسة تشوفوا معايا جديد كامل لهنايا. كاين ستاربكس، يعني ستاربكس اللي كانوا فتحوا برك في وهران ومن بعد ما زدناش شفناها، هذه لا كانت ستاربكس الحقيقيه كما يقولوا. كنا في المول دوكا راح الحال وغلقوه، صافي انا حلت دار البنات، هذه هي. نتلاقاو في الفلوق الجاي تاع لو دوزيام جوغ ولا دوزيام اي ترواسيام، باسكو رانا قاعدين مده اطول. اكتبوا لي في التعليقات شحال زعما في ميسكم راح نريحوا هكا. دونك هذه هي البنات، راح نريحوا شويه في الدار وربي يرحم. هذه يا سلام.